السلام ومرحبا بكم وسهلا بكم معاكم فارس في فيديو جديد ورجعنا لكم باسم جديد للشان وفيديو جديد متاع انبوكسينج الارخص باك في تونس. الباك هذا نقاو فيها كلافي سوري تابي كاسك حاجه معناتها ماهيش طياره جست معناتها حاجه معناتها تمشي بها الوقت حتى اكشلي نجمع شويه فلوس وتشري بها حاجه مزيانه. نبداو اول حاجه بالكيبورد اللي نلقاو فيها 105 كيس يوصلوا حتى ل 8 مليون بريسس في السويتش ريتينج 0.5 مليمتر و10 جرامات في الكي روت والاوبيريتنج فورس مع الكابل يو اس بي نتاعها 2.0 والكيبل طوله متر ونص. نمشيو تاو للماوس اللي نلقاو فيها السنسور اوبتيكال في الدي بي اي. عندنا فلسه تبدل الدي بي اي من 80 ل 3200 فيها 4 فلس ما فيهاش فلسطين على جدب دونك ما تعاونكش في فورتنايت وفي جيمز كيف نذوق. وفيها سويتش ريتينج 1 مليون كليك بلاك لايت 7 كولر ار جي بي كابل يو اس بي تايب 2.0 والكابل نتاعها طوله متر ونص. بالنسبة للتابي ما عندي ما قلتها كان حاجة مزيانة انها تقبل الهاي سنسيبيليتي ماوس سيتينجز ومعتها مايش كبيرة برشا مايش صغيرة برشا دونك متوسطة تعاونك على سوليك كان هذا. نجيو تاول الهيدسيت اللي نلقاو الساوند بتاعها ستيريو فريكونسي ريسبانس 20 هرتز معناها كاسك متوسطة. الكاليتي متاع الميكرو معناتها ماهيش حاجة طيارة كومي ما تمشي لك الوقت معناها. نلقاو الكونكتور متاعها معناتها جاك عنا زوج جاك واحدة بتاع الميكرو واحدة بتاع الكاسك 3.5 مليمتر ونلقاو زادة معها الكيبل طوله زوج متر وشوية. جيو نحكيو شوية على الباك هذي. الباك هذي للي منتفين على الاخر كيف حالي انا ما يقدرش باش يشريو سوري 140 الف وكلافي بال 300 الف هذاك علاش تشري باك كيفن هذي ديباني بها وبعد تجمل تشري باك ما خير. ونسو لهنا يا شباب نوصل لاخر الفيديو مقالكم شكركم كان عجبكم الفيديو اعملوا لايك كان عجبكمش اعملوا لايك وقولوا لي شرايكم في اسم الشين الجديد اللوطة في الديسكريبسيون وبقالي كامش نقول لكم كان تشاو.